احنا الاعزاء لكل من يسمعنا حابين في هذه المحطه نروح وياكم ونتعرف اكثر واكثر عن تفاصيل لجنة سمايل الفروسية، أكيد مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم عيسى بن حمد السيابي رئيس لجنة سمايل الفروسية. نمسيك بالنور والسعادة والخير وحياك الله معنا في البرنامج. يا هلا فيكم، مساء الورد مساء السرور، ومشكورين على الاستضافة الطيبة، جزاكم الله خير. أهلا وسهلا بك أستاذ عيسى، وأهلا سعيدين جدا بتواجدك وسعيدين أيضا جدا بهذا الاهتمام بهذه الرياضة، يمكن اللي باتت يمكن السلطنة من أقصاها إلى أقصاها نشوف اهتمام كبير جدا بهذه الرياضة الجميلة بأمانة، رياضة الفروسية. فخلينا احنا يعني نركز شوية ونروح عندكم في سمائل، ونركز عن لجنة سمائل الفروسية، تعريف عن هذه اللجنة وأهم أهداف اللجنة. لجنة سمائل الفروسية هي لجنة مختصة بالفروسية، بملاك الخيل، بالفرسان، بهواة الفروسية. تم إنشاء اللجنة رسمياً في 4 أبريل 2022 تحت مظلة الاتحاد العماني للفروسية. جميل. تسعى اللجنة إلى تنظيم ودعم رياضة الفروسية من خلال دعم ملاك الخيل والفرسان والهواة. حالياً تضم 27 خيل وعدد 42 عضو. ما شاء الله. نعمل يعني نعمل لا تزايد عدد الخيول المحبين الفروسية بعد هذا الإشهار بإذن الله تعالى. على طاري يعني مسألة محبين الخيول، أنت كيف تشوف اليوم يعني توافد الجميع في مسألة الفروسية معاكم في سمائل بالتحديد؟ والله الحمد لله، يعني الحين يعني مع اللجنة ومع هذا الحين الشباب يتشجعوا أكثر يعني، وفي إقبال يعني إقبال خاصة من الشباب، في إقبال يعني إلى الفروسية وإلى هذا المجال الحمد لله رب العالمين. جميل جميل جدا. طيب يعني يمكن هنا ننتقل استاذ عيسى نتكلم عن محور مهم جدا، انا اعتقد ان انتم عندكم ان شاء الله بكره اذا ما خانتني الذاكره صحيح لي المعلومه حفل التدشين لهذه اللجنه، فخبرنا عن هذا الحفل على ما يحتويه، الفعاليات المصاحبه، يعني خذنا كذا انا وشيماء والمستمعين في رحله في حول هذا الحفل. الحفل ان شاء الله بيكون يوم الجمعه بتاريخ 11 نوفمبر. حابين انه يكون الحفل يعني في هذه الايام النوفمبريه يعني تحتفل فيها السلطنه بالعيد الوطني، لكن احنا مقدمين شويه يعني شفتكم مقدمين انتم بادين عشان نكون البدايه معنا ان شاء الله. بيكون الحفل تاريخ 11 مثل ما خبرتك تحت رعايه الدكتور أحمد بن ناصر البكري وكيل وزارة الثروه الزراعية والسمكية وموارد المياه للزراعة. الحفل إن شاء الله بيتضمن عدة فقرات من ضمنها هنبل الخيل، وهنبل الخيل يعني خليني أعطيك على كل فقرة يعني شرح شوية. هنبل الخيل هو فن يعني يدي الفرسان على ظهر الخيل يردوا فيه الأشعار وكذا، يعني تدل على الخيل وعلى المدح والشجاعة ومن هذا القبيل يعني. الفقرة الثانية بتكون فن التحوريب. فن التحوريب هذا الفن يكون يؤدي يعني الفرسان الواحد تلو الآخر، يستعرض من خلال زينة الخيل التي يعني تكون بالفضيات وتكون بالسرقة العماني. من بعد هذا بتجي فقرة عرضة الخيل. عرض الخيل معروفة يعني إظهار الفرسان براعتهم ومهارتهم بالوقوف على الخيل ومن هذا القبيل. الفقرة الجديدة اللي راح نضيفها هي فقرة المهارات. المهارات هي يعني يؤدي الفارس بعض الحركات البهلوانية الخطيرة يعني زي ما تقول على ظهر الخيل، ويكون شيء جديد مع طفل يكون مع على ظهر الخيل. من ثم ترقيد الخيل هذا يكون نهاية الحفل، ومن بعده بيكون تكريم للجان والشركات اللي هي المساهمة وكذا يعني.
بإذن الله تعالى. طيب في المحور الأخير اليوم معنا حابين كذا نتعرف بما أنه راح يكون إن شاء الله بكرة بإذن الله تعالى تاريخ 11 من شهر نوفمبر مثل ما ذكرت، حابين نعرف متى راح يكون وإلى متى راح يستمر بإذن الله تعالى. أيضا هل الدعوة متاحة للجميع اللي حاب مثلا أنه يحضر ويشوف يعني الحصينة ويشوف أيضا الفعاليات والاحتفالات اللي راح تكون موجودة معكم في سواحل؟ نحن الحين حاليا معنا مهرجان في سمايل، مهرجان سمايل الاول ايوه اللي هو نسختها الاولى يعني مثل يعني خبرتك في عده فعاليات من ضمنها كاس الفيحاء وملتقى رواد الاعمال وملتقى سمايل الاقتصادي واكتشف سمايل وماراثون سمايل وحمله، ومن ضمنها راح نكون نحن اللي هي التدشين الرسمي لل راح نكون يعني من ضمن فقرات من ضمن فعاليات المهرجان. جميل. حاليا مثل ما خبرتك يعني سمايل هذا المهرجان مستمر الى نهايه نوفمبر يعني. نعم. ايوه. والحمد لله رب العالمين مثل ما تقول يعني الفعاليات مستمره وال الأمور طيبة. بخصوص الفعالية هذا نرحب كل المستمعين إنهم يشاركونا يوم الجمعة الساعة 4 العصر إن شاء الله على بداية الحفل بإذن الله تعالى. بإذن الله تعالى. بإذن الله ومستمرين لحد المغرب إن شاء الله بإذن الله تعالى. نشكرك اليوم على وجودك اليوم معنا عبر الأثير عيسى بن حمد السيابي رئيس لجنة سمائل الفروسية على طلعنا أكيد على هذا الحفل الجميل اللي راح يكون بكرة بإذن الله تعالى من الساعة 4 عصرا. شاكرين وجودك اليوم معنا، وإذا في كلمة أخيرة حاب نختم فيها هذا اللقاء. مشكورين على الاستضافة الطيبة، ونتمنى وندعو جميع المستمعين وهواة الفروسية أنهم يشرفون يعني ذاكر في هذا الحفل، ونسأل الله التوفيق وشكرا على الاستضافة. شكرا لك. شكرا جزيلا.